Amal's uncle has come to the school to discuss the head teacher's concerns about his niece. يعني مش قادر حتى تندمج مع الطالبات او تندمج ترجع تاني بحسها انه في عندها مشاكل في حد بتابعها والله نفسيا والله حاليا لا بنسيها يعني اللي صار مستحيل يعني تنسى اللي صار يعني وكانت امل كلها مدفونه من عدا رجليها بس رجليها مبينين هذا على الشهود اللي كانوا معاها وكانت تطلب بس ميه كانت كلها مدفونه هي يعني بين اعمامها الموتى الشهداء وبين المصابين وهي من ضمنهم وعمامها يعني اللي نص راسه رايح اللي نايم على بطنه يعني حاجة جنون كيف طفلة زي هذه كيف بدها تستوعب انت سافر يوم الثلاثة وبدأت تسافر معايا ستة وبخاف اروح اسرائيل اليهود بخاف يقتلوني Although Amal is scared of going to Israel, she is one of the few who may be allowed out to an Israeli hospital. 10-year-old Ripi has leukemia, and the hospital in Gaza does not have the chemotherapy that could save his life. But getting Ripi out of the country for treatment is proving impossible for his father. Israel is reluctant to deal with the Hamas-controlled health authority in Gaza, so the only option is to go south to Egypt. But that requires passports, which could take months to be issued. Time Ripi doesn't have. إيش بدنا نسوي يعني؟ نطلع من غزة يعني؟ دكتور بقول لك خذ أي ورقة أي تحويل أنا إيش الحال؟ طيب بعدين كيف بدي أطلع؟ كيف بدي أمرق معابر؟ هذا المعبر مسكر وهذا المعبر مسكر، وين أروح البحر؟ Even for those with the right papers, crossing the border to Egypt is simple. Wissam, an 8-year-old leukemia patient, and his father have been waiting for hours at the Rafah crossing, hoping to get into Egypt for treatment. But as this is the first time for several weeks that the Rafah crossing has been open, thousands of people are trying to get through. وهذا وزارة الصحة يعني مفروض البص ضلوا ماشي ما وقفش لأنه معروف وزارة الصحة بتطلعش إلا المرضى احنا جوازاتنا الحمد لله معانا بس يعني ان شاء الله بس نمرق لانه هاي المصري لها لقت ما فتحوش البوابة ومش عارفين ايش يصير يعني ربنا يسهل مأتك تجاك كثير ولا شوية ايه مش مشكلة يا بابا استحمل ان شاء الله هيك ربنا يسهل الامور وتطلع على مصر وتتعالج ان شاء الله وانت والطفل اللي زيك كلهم يطلعوا ان شاء الله ويتعالجوا At the other end of the Gaza Strip, at the Erez crossing into Israel, Amal, with sponsorship from an Israeli charity rather than the Gazan Health Authority, is hoping to get to Tel Aviv for her operation. احنا بلغنا الاسرائيليين انه في لكم تصريح ولا ما لكوش قالوا لنا تو ما فيش لكم تصريح اما لقيت فيش لك تصريح يمكن كمان ساعتين يمكن لا يمكن لا مش اكيد طلبوا التصريح وجبنا وهي الهويه كانت معانا وكشانك بدهم التصريح هل جبنا التصريح قضينا لسه بنستنى صبح جينا هان من الساعة 7:30 زقت لقيت الزقت زقت وانا قاعدة المشكلة انه المصريين لسه ولا حالة عدت لسه مسكر البوابة مقفل البوابة 15 ناصر بدنا نرجع After 10 hours on the road, the patients have all been sent back to Nasser Hospital in Gaza. Wissam's father must yet again try to find a way through the bureaucracy to help his son. من هذا حالة كل يوم بقعد الولد هنا خطر على حياته.
هذا اللي ساكنين شاطرين فيه، سكروا الباب وبس. Repeat's condition is deteriorating. But even if his parents could get the right papers, there is little chance of getting him out of Gaza for treatment. وين جمعيات حقوق الإنسان؟ جمعيات حقوق الإنسان عندكم لو حيوان صغير قد بتكلفكم ملايين مصاري. ملايين بكلمكم عشان تعالجوه. ولا زي هذا ما حد بيطلع له ليش؟ ليش؟ مسكرين علينا ليش؟ مش بنادين لو انت مكاني وابنك في وضع زي هذا ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ جاوبني. روق راسها، خايفة البنت عشان سمعت تو طخ على البدوية والغنم. يقول لي لحتى يخبط علينا قصيدة، تو لما طخوا خافت صارت تعيط. After waiting at the border for 7 hours, Amal is finally allowed through and on to Tel Aviv, where she hopes the Israeli surgeon will at last be able to remove the shrapnel that is causing her so much pain. She definitely has some fragments in her brain tissue, but I don't think that any surgery will improve those symptoms. I don't think there's any action to be done right now. She will have to learn how to live with the shrapnel inside her head. هذا الدرس كما تعلمون يختص في حقوق الإنسان. فكركم أنتم، ركز معاي في المشكلات اللي احنا حسينا فيها خلال الحرب. فكركم مين اللي كان يمنعنا من حقوقنا؟ لما يسكروا علينا المعابر من ضمن صامدين، بيقولوا لنا عشان نكفر نصير زيهم كفاريين. ممتاز، بيقولوا صامدين على القرآن. أحسنت يا إبراهيم. مين اللي مسكر علينا المعابر؟ اليهود والمصريين. نعم. طيب هل تعتقد انه اطفال اليهود يقسون علينا بهذه المشكلات؟ ها مين؟ علي صوتك. هم بيلعبوا فرحانين لما احنا حزنانين. هم مفتوح عندهم كل شيء، بيلعبوا وين ما بدهم، بيروحوا بيسافروا برا. لما احنا زي قفص حاطيننا فيه. أيوة، كسجن الصغير. ممتاز إبراهيم، أحسن. كمان واحد. أيوة. While Ibrahim is at school, his uncles are out fishing. But the constant threat from the Israeli Navy has today become a reality. لا أنا أجيت على مين اللي أنا بصف فيه. عشان ايش؟ احنا بقيناش في المنطقة الممنوعة، في المنطقة اللي هم قالوا لنا هذه المنطقة مش ممنوعة. طخخوا المواتير وما فيش مواتير، فيش مواتير في البلد. من وين نجيب؟ يعني لي انه هذول اليهود خربوا علي احلامي وشعوري. ابراهيم، لما تفجر لنا المشكلة إيه كيف نطمن؟ ضلهم اخويا قاعد لما شاف النار مولعه هبه انحرق، لما انحرق مات في البحر. ما قدرش، ما خلوناش اشي في غزه حتى نعيش فيه، كله دمروه.
كنا واحنا في المدرسة كنا نضحك مع بعض، نكون نحس علينا حس الرياضة. لما نقول لنا نقول ايش بدك تشتغل انت، ايش بدك تشتغل انت، كان هذاك يقول مهندس، اني انا دكتور. انا قلت لهم بدي اشتغل، بدي اشتغل في المقاومة. The Muslim festival of Eid means gifts of money for the children. And like small boys the world over, Ibrahim and his friends all know exactly what they want.